من حفل افتتاح الطبعة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة وهران. وقلت يسرني أن أعطي انطلاقة التظاهرة المخصصة لهذا الحدث، وهي انطلاقة القافلة اللي رايحة تقطع كل شوارع مدينة وهران، متمثلة بالحركة الجمعوية خاصة الرياضية لمدينة وهران. بالمناسبة نقدم التحية للأبطال الرياضة الجزائرية ممثلين هنا، أبطال السابقين، وهم سيد راحوي فائز بأول ميدالية ذهبية في الألعاب البحر المتوسط الجزائر العاصمة 75. سيد راحوي اتفضل معايا. كما كذلك أرحب وأقدم تحياتي لسيد موسى الملاكم البطل. تفضل سيد موسى، أول ميدالية في ألعاب أولمبية في لوس أنجلوس وفي تاريخ الرياضة الجزائرية. وكذلك سيد بوشيش الملاكم البطل، اللي هو كذلك فائز بميدالية ذهبية في ألعاب البحر المتوسط. شكرا لحضوركم معنا، وهما يمثلوا كل رياضيين جزائريين اللي تألقوا منذ الاستقلال لكي الراية الوطنية تكون عالية دائما. وإن شاء الله في الألعاب القادمة إن شاء الله يكونوا كذلك ممثلين الرياضة الجزائرية في الرئادة إن شاء الله. وأعلن رسميا على انطلاق التظاهرة هذه. شكرا.